تزامناً مع يوم البرمجة والذي يندرج تحت مبادرة الإمارات تبرمج، اختتمت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين فعاليات برنامج مبرمج القرن التي استمرت لنحو 8 أشهر بهدف تحفيز جيل المستقبل على الابتكار التقني. حمد الكندي شهد الاحتفال وأعد التقرير التالي. مبرمج القرن، نفخر بإنجازاتنا، هكذا هي الصورة هنا في ختام فعاليات برنامج مبرمج ربع قرن الرافع لشعار نبتكر لغد أفضل، وهو ما كان بالفعل. فبعد عمل دام لقرابة عام كامل، ها هم أبناء الإمارة الباسمة يقفون هنا في قلب الشارقة النابض من المعرفة والابتكار، معلنين عن فخرهم بإنجازاتهم في فضاءات البرمجة وعلومها. فإنما تجولت عدسة كاميرا أخبار الدار في معرض مشاريع المشاركين البالغ عددهم 46 مشروعا ابتكاريا، سرعان ما ترصد ابتكارا نجحت من خلالها مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في تنميتها داخل عقول ونفوس أبناء وبنات الشارقة، بما يسهم في تقديم حلول لتحديات قد تواجه مختلف شرائح المجتمع. سوينا مشروع عن لغة الإشارة، هالمشروع يعني يساعد على التواصل بين الناس العاديين واللي عندهم إعاقة في السمع يتواصلون بشكل عادي. نحن سوينا مشروع عن لغة الإشارة حق اللي ما يرومون يسمعون، فيعني بدينا من مستوى السهل لين الأصعب والأصعب. عمار وحلا ما هما إلا قيض من فيض أبناء الإمارة المشاركين في البرنامج، والبالغ عددهم 127 مشاركا تنافسوا جميعا في مسابقة البرنامج الهادفة لتوظيف التكنولوجيا للتغلب على تحديات العصر، بجانب تطوير الكوادر البشرية وغرس روح الإبداع، ما يسهم في رفع مستوى العطاء لوطننا الغالي. مؤسسة ربع قرن اختتمت برنامج مبرمج القرن تزامنا مع اليوم اللي اعتمدته دولة الإمارات كيوم للبرمجة، واللي صادف 29 أكتوبر، وهذه هي الخطوة الأولى نحو العديد إن شاء الله من البرامج اللي جاية في المستقبل. شاركت بنتي في برنامج مبرمج القرن وشجعتها من البداية على أنها تدخل في هذا المجال، لأن شفتها أصلاً هي مهتمة، والحمد لله لاحظت أنها تطورت وايد في مجالات البرمجة والابتكار والعروض وحققت مراكز متقدمة. كما شهد الحفل الإعلان عن الفائزين في مسابقة البرنامج، والشاهد على تقديم 200 مشروع تم اختيار 12 مشروعا من ضمنها 3 فئات عمرية مختلفة، وهي الفئة العمرية من 8 إلى 12 عاما، والفئة الثانية فهي من 13 عاما إلى 18 عاما، والفئة الثالثة ممن تزيد أعمارهم عن 19 عاما فما فوق. وتم الإعلان عن الفائزين في الفئات الثلاث بحضور عدد من مدراء ومديري الدوائر الحكومية في الإمارة. اتعلمت 3 لغات من البرمجة، واللي هي الـ HTML، CSS وجافا سكريبت، وكان عندي قبل خبرة عن لغة البايثون، ومن خلال هال3 لغات ولغة البايثون قدرت بإني أربط هال4 لغات مع بعض وإني أصمم تطبيقي اللي هو تطبيق الدكتور الاصطناعي. فزت في فئة أطفال الشارقة في مسابقة مبرمج قرن، وأنا وايد فرحان، ويعني تعلمت من هذا البرنامج كيفية أصنع المواقع وكيف أبرمجها. كما تم خلال الحفل استعراض أبرز منجزات المشاركين لخريجي هذا البرنامج، كقصة فوز المشاركة مريم الفيل بجائزة أفضل تطبيق في مسابقة وادي السيليكون لتطبيقات الهواتف الذكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار نمط حياة صحية. وكذلك تم تسليط الضوء على الفريق الفائز في مسابقة واكي الوطنية، وهم جواهر العامري وحور البلوشي ودانا المرزوقي، والتي يشارك فيها 23 مشاركا من مبرمج القرن. وتأهل هذا الفريق إلى النهائيات بالولايات المتحدة الأمريكية، ما يجعلنا اليوم مع تكريم هؤلاء الفائزين على أعتاب نجاحات جديدة يسطرها أبناء الإمارات في فضاءات الابتكار والمعرفة.
إذن بختام مشروع مبرمج القرن، أكدت مؤسسة ربع قرن نجاحها في تأهيل منتسبيها، ما يعزز مفهوم الابتكار لدى الأجيال القادمة ويطور قدراتهم وإمكانياتهم. لأخبار الدار، حمد الكندي، الشارقة.